كل يعني يعني عمر الشريف مثلا هو صور له كذا صورة من من, من كل مرة كان يرجع عمر الشريف في مصر كان لازم والدي يصور له صورة. دي صورة شهيرة لعمر الشريف عند الأهرامات. خلاص. وكان علاقته بعمر الشريف كويسة جدا. يعني دي صورة ليها هي مع عمر الشريف، علاقته بيه كويسة جدا. وكان وعمل برضه لسعاد حسني يوم مع سعاد يوم حسني. مع سعاد حسني برضه. مش كده؟ من الصبح بالليل وفي الشارع وفي كل حاجة. في الشارع وهي بتاكل دورة باين. صح؟ صح. الطبيعية إن يعني إن فنان يقدر يعني يعني ياخد من وقته او كده علشان مجرد موضوع واحد ينزل في مجله. زمان كان الموضوع كده غير دلوقتي. طبعا دلوقتي احنا في زمن التكاوي السرعه، يعني لازم كل حاجه بسرعه. كان بيحب كمان يصور ناديه لطفي، كان بيقول عليها احلى وش. احلى وش واسهل وش يتصور. صورها كذا صوره من احلى ما يمكن. ناديه لطفي كمان كانت بتحب الصوره، كانت يعني تشتغل عشان الصوره، يعني ممكن تعمل مجهود يعني. ومش هو اخذ نجوى فؤاد وطلعها الهرم؟ بيها فوق الهرم. مش كده؟ طلعوا ازاي دول؟ طلعوا فوق الهرم. الصوره ده والدي ومعاه نجوى فؤاد طلعوا فوق الهرم. لا حول الله. لا معقول؟ عشان صوره واحده. فالمجهود ان هي تطلع كل ده عشان صوره واحده. يعني حاول بيسرق اللحظه. يعني وبيعرف ازاي. يعني في صورة انا فاكر شفتها عنده لرشدي أباظة وفي نجلاء فتحي ونادية لطفي الاثنين مع بعض، كان اثناء تصوير فيلم ولا حاجة كده. واثناء كمان في استراحة بين تصوير الفيلم رشدي أباظة داخل بيهزر، بس فصور له لقطة بيهزروا معاه. دي في لقطة يعني، يعني اي مصور موجود في المكان خلاص دي استراحة، هيوقف شغله ويقف، لكن هو كاميرته في ايده وشايف ان ممكن اي حاجة تحصل اي لحظة. فلما لقى رشدي أباظة داخل عن الحته اللي فيها نجلاء فتحي والفنانه نجلاء فتحي طبعا نادية لطفي رحمه، عارف ان حاجه ممكن تحصل، يتوقع الحدث او توقع الصوره. دي حاجه كانت عنده. وبعدين اقول لك حاجه، يعني مثلا جه صور صلاح ابو سيف، فبيصوروا عايز يصوروا في البيئه الشعبيه، يعني اللي عمل فيها افلامه، اللي صور فيها افلامه. بس كان في صور يعني الصوره دي والدي كان هيموت عشان يصورها. علي كان والدي كان هيموت عشان يصور الصوره دي، كان يعني كان هيقع وكان يقع. كان متعلق من الشباك، والشباك كان قديم فخشب، كان الشباك خلاص بيقع. والدي دخل عشان بس يصوروا الصوره دي كمان. عشان صوره واحده يعني ضيع حياته. شوف له كان اي فنان او اي حد يتمنى ان كاميرا فاروق ابراهيم تصوره يعني. وبقول لك بياخد زوايا مختلفة خالص. أنا ليا صور معاه. طب ما أنت ما شفتهاش أنت يعني. يعني طبعا أنت أكيد عندك حصيلة صور رهيبة جدا. أنا مش عندي أكتر صورها. كتير جدا نيجاتيفات وأفلام وحاجات، لازم تطلع ده تباعا وتعمل معرض لفاروق إبراهيم. أنا دلوقتي في المرحلة يعني دي بس هو أنا دلوقتي في المرحلة دي بس دلوقتي الصور يعني 600 ألف كادر، مش قليل ان حد يدور فيهم. يعني بدور في وسط كراتين غير الفنانين له صور كمان، تلاقي نجيب محفوظ. او تلفيشاوي بيشيش بيشيش بيشيش. يعني واحد حاصل على جائزة نوبل بيشيش في الشارع على قهوة الفيشاوي. ونزار قباني. نزار قباني من اصعب الناس اللي ممكن تتصور. يعني نزار قباني من اقل الناس اللي اتصورت في الادب العربي. والدي اقنعه وهو في لندن ان هو يتصور، واقنعه بالصوره دي، اقنعه ان هو يعني يلعب. يعني هو شافه كواحد صغير او واحد عايز يلعب فلعبه بالحمام فحب الموضوع فاندمج فخلاص فنسي الكاميرا ونسي البتاع. لكن من اقل الناس اللي اتصورت. و اراد انه يثبت ان يعني ان توفيق الحكيم ما هوش قلب توفيق الحكيم بخيلا. فصوره صور توفيق الحكيم وهو بيدي شحات فلوس عشان يعني ان انه ينفع عنه الاشاعات. يعني ينفع عنه الاشاعات طبعا. وكان دايما توفيق الحكيم يعني انا الوحيد اللي عملت له تسجيل في التلفزيون. وحيد مع عمره ما وافق انه يصور حد يصوره في التلفزيون. فبقول له حضرتك معروف عنك البخل، يعني اي حد يجي لك المكتب عمرك ما بتقول له فنجان قهوه.
قال لي ليه؟ فاروق ابراهيم مصورني وانا بشرب قهوه. قلت له ايوه انت بتشرب القهوه، حضرتك اللي بتشرب قهوتك. لكن انا دخلت مكتبك كذا مره وغيري ما بتقولش اتفضل. ده في قصه طريفه، ام كلثوم ساعه المجهود الحربي راحت تاخد منه فلوس، فكان يعني بيطلع لها قال لها انا معيش غير هو جنيه وبتاع دلوقتي، قالت له بس انا سمعت حاجه، خد انت الجنيه ده خليه معاك وانا اخد كل اللي انت مخبيه في الطاقيه. مخبي كل الفلوس منها في الطاقيه بتاعته اللي كان لابسها، طلعت منها الفلوس كلها وخدتها تدي لمصر بقى. بس طبعا ما عرفش ينام بقى ساعتها. اكيد اكيد بقى خلاص. يعني كريم فاروق ابراهيم، يعني نعيش معاك ومع الوالد العظيم في صور رهيبه جدا. انا لو لقيت الصور اللي هو عملها لي، انا في صوره لحضرتك. نعم في صوره لحضرتك انا بدور عليها ومصر ان انا هلاقيها. ايه هي صوره لحضرتك؟ لابس بدله سموكينج وواقف جوه حمام سباحه في البسين. انا الصوره دي يعني عندي منها، بس جودتها انا يعني بدور على اصلها عشان عايز اجيبها، عايز اطلعها لا هجيبها لك، انا عندي نسخه منها. انا لحد دلوقتي مش قادر افهم يعني. انا شفت الصوره بس الحجم كانت فكرته يعني، احنا هو جاي يصورني انا واحنا على البسين بالنهار، فانا في الاوتيل اللي انا كنت بغني فيه ده ما عندي لبسي وعندي حاجتي وبتاع، ففجاه كده قال لي ايه البس السموكن هصورك، فلبست السموكن على اساس ان انا هتصور يعني الصالون بتاعك حاجات بتاع. فقال لي تنزل الميه، تنزل البسين في البدله. عجبتني الفكره فنزلت البسين وانا بالسموكن، فطلعت صوره نادره طبعا ملهاش مثيل. طبعا انت عايز الصوره دي؟ طبعا لا عايزها طبعا. لا دي توعدني لو عملت معرض لوالدك انها تحط لي الصوره عنوان ماشي؟ طبعا وان شاء الله اشتغل على موضوع المعرض. انت بتختلس برضو الحاجات كده زي الوالد، اتعلمت منه الحته دي ولا لا؟ هي طبعا دي بتيجي بالخبره وموهبه بالممارسه، بس يعني الحمد لله حتى الان يعني انا خدت جائزه علي ومصطفى امين الحمد لله في التصوير والله الصحفي الحمد لله السنه اللي فاتت، وخدت جائزه من نقابه الصحفيين والحمد لله ماشي يعني. يعني طبعا مستحيل طبعا يعني انا يعني مستحيل اوصل 1% من فاروق ابراهيم، بس يعني على قد يعني الحمد لله يعني في الثلاث اربع سنين اللي فاتت. ما شفتش انا صوره من صورك انا يعني ايه خايف ليه؟ لا لا وري حضرتك طبعا. لا مش هنقارنك بفاروق. لا طبعا فرق كبير جدا، بس انت يعني لا اقول لك حاجه، المره الجايه توعدني تجيب لي حاجات نادره من حاجتك كده. خلاص لا ده شرفي طبعا، وانا هجيب لك الصوره اللي انت بتحبها. خلاص اتفقنا.